في 23 من سبتمبر تطل ذكرى محفورة في وجدان وفكر كل مواطن سعودي وإماراتي، وهي ذكرى اليوم الوطني السعودي احتفاءً بعيد توحيد جميع مناطق المملكة تحت راية واحدة. وتشكل دولة الإمارات والمملكة السعودية نموذجاً للعلاقات الأخوية في ظل تكامل الرؤى تجاه القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزز تلك العلاقات روابط الأخوة والمصير المشترك لتشمل مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى المسار العسكري وتشكيل التحالف العربي للنصرة الشرعية باليمن، حيث أسس ذلك التحالف لعلاقة تاريخية أبدية معطرة بقوة أبطال البلدين.